أخبار اليوم. إحنا في كل الدنيا بما فيهم الأجانب والشركات اللي بتقدم بطلبات لمكتب براءات الاختراع المصري، اللي بيعد ملف البراءة هو وكيل براءات متخصص دارس قانون ودارس ملكية فكرية، واخد بالك إزاي، وملم بالتفاصيل. فلما بيقدم الملف بيبقى عارف إزاي يحط الملف أو يجهزه في الصورة المثلى. عشان كده بتلاقي نسبة القبول في الأجانب زي ما قلت بتتجاوز 30%. في المصريين بيبقى شاب عنده فكرة كويسة، أو مهندس أو عضو هيئة تدريس أو بحوث، عنده فكرة كويسة لكن مش عارف يكتبها، مش عارف يصيغها بطريقة صح، مش عارف يستوفي الأركان القانونية بتاعت الطلب صح. فلما يترفع للفاحص الفني بيلاقي الطالب غير مستوفي، فبيعمل إيه؟ يرجحوله. القانون بيحدد طريقة المراسلات بين المكتب وبين المتقدم اللي هو بالبريد، ففي وقت بيضيع، ما بيعرفش يعمل الرسم الهندسي كويس. تلاقي شاب عنده فكرة كويسة، أو صنايعي أو فني أو مهني أو كده، عنده فكرة كويسة لكن مش عامل الرسم الهندسي على أساس سليم، فبتروح للناس بتوع الرسومات الهندسية يقولك الرسم الهندسي ده مش صحيح. أصل أنت في الآخر براءة اختراع يعني شيء قائم على أساس علمي سليم، رسوماته هندسيا مظبوطة، قابل للتطبيق والصناعة بعد كده، واخد بال حضرتك إزاي؟ فبيبقى إحنا عندنا مشكلة في صياغة الطلب نفسه، في استيفاء الأركان بتاعته، في إعداد الملف بالصورة المناسبة، واخد بال حضرتك إزاي؟ كل ده بيسبب إيه؟ تأخير. سبب تاني بقى إن إحنا لما بنيجي نعمل فكرة ما بنعملش مجهود نتأكد إن الفكرة دي موجودة ولا لأ. يعني أتأكد إزاي؟ لأعمل سيرش. طالما أنا بفكر ومبدع ومفكر ومخترع، أقرأ. مش معنى أنها مش موجودة في مصر أو في الدول العربية إن هي مش موجودة على مستوى العالم. مش معنى نعمل بحث باللغة العربية إن أنا اللغة الإنجليزية ما تعنينيش واللي مكتوب بالإنجليزي لا، العملية مش كده خالص. اللي أنا عايز أؤكد عليه، هناك تأخير له أسباب بنحاول نساعد فيه، واخد بال حضرتك إزاي؟ هناك تطوير بيتم في مكتب براءات الاختراع المصري. يعني انت لو مشيت دلوقتي وانت نازل على مكتب براءات هتلاقي تقريبا في اعمال كبيرة جدا، اعمال تطوير جذرية بحيث يتم تحويله الى مكتب رقمي.